السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. صراحة هذه المرة هذه حاولت أنني ما نتعطلش في الفيديو وبقى فريمون بارطاجي معكم لي زانفورماسيون اللي طلبتوها مني. أنا شفت صراحة بلي بزاف الناس دانييرمون سيرتو ليا دي ميساج في انستغرام وكيطلبوا مني بارطاجي معاهم سيرتو لا بروسيدور اللي دزت منها أنا بور لا ناتوراليزاسيون، c'est-à-dire pour avoir la nationalité française. حنا عارفين بلي كاملين بينا ملي كنجيو اون طونك ايتوديون في اول حاجه كتكون كتبان لينا ديك الساعه هي القرايه، مي اون فوا كنساليو القرايه كل فالاغلبيه ديالنا ماستر ولا ايكول دانجي ولا مهم باك بلس 5 او بلس، فديكو كتبدا تقلب على خدمه على ستاج على خدمه سورتو تما فين كتعرف بلي كاينه واحد لامبورطونس انك تكون ناتوراليزي فرونسي، انك تكون عندك ناسيوناليتي. علاش؟ حيتاش كاينين سارتان دومين لي سارتان دومين لي فريمون ما كيقبلوكش انك تخدم معاهم الا كنتي عندك الا كنتي فرونسي. الا كنتي ايترونجي طون سي في سيغ ريفوزي، ما غاديش ميم با يشوفو لي كومبيتونس ديالك ولا لا ريبوتاسيون ديال ليكول اللي قريتي فيها. انا صامي ديجا اريفي فاش كنت كنقلب على مون بروميي سي تي واحد المره اون ما ابلي اون ما دوموندي ديريكتومون، سيتي فريمون لا توت بروميير كيسيون اللي هي est-ce que vous êtes française? À l'époque, du coup, j'ai répondu non, parce que je n'étais pas encore naturalisée. Ou du coup, Gatli a, du coup, malheureusement, Zema, on ne peut même pas continuer la discussion parce que finalement, il n'y a pas de sujet. Et que le poste qu'il voulait me proposer, c'était un poste qui a d'arouri wahed li kon ando nationalité. À l'époque, j'ignorais les raisons, علاش. D'abord, je pense, enfin, j'ai quelques réponses. Peut-être des fois, la boîte est à taille humaine et qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête mais la demande d'autorisation de travail ou bien un changement de statut. Quand il y a même changement de statut, ça leur dérange. En tout cas, ce n'est pas les grandes boîtes, mais généralement, les petites boîtes qui sont très je pense la somme qui déroule le changement de statut. Mais du coup, finalement, j'ai fini par trouver un CDI française. Mais en termes de papier, titre séjour, parce que quand on a un passeport talent d'il 4 ans, donc que la galère de la préfecture et tout, pourquoi pas tenter de demander la nationalité. Et surtout, il y a quand même toutes les conditions qui sont vérifiées et que tu peux vraiment faire la demande, pourquoi pas. بعد اول حاجه اللي نقدر نقول لكم ان كونساي هو فريمون ما تعكزوش. اون فوا كو بوفي دوموندي لا ناسيوناليتي فريمون ديروا لا دوموند ديالكم، باسكو ديجا لا بروسيدور سا بران دو طون اي سا ديفير ان فونكسيون دو شاك بريفيكتور. مي دو كو او موان بداو تفكروا انه تقلبوا مره تشوفوا واش فوزافي les conditions, vous avez la possibilité surtout de faire la demande sans que ça soit rejeté par motif de insuffisance de conditions. انا بالنسبه ليا صراحه هذا السوجي ديال الناسيوناليتي فيه بزاف ديال لي كون باسكو تقدر دوموندي ناتوراليزاسيون بار ديكري بار مارياج. حنايا اليوم غادي نهضروا على فورسيمون ناتوراليزاسيون بار ديكري باسكو سيتي ما بروسيدور. بار ديكري هي كتكون بالنسبه للناس سوا اللي جاو وهنايا داروا يعني قراو يعني داروا انفورماسيون عاد بداو الخدمه، سوا الناس اللي كانوا ديجا خدامين في المغرب اي بي ابري ا سيت ا مومون لقاو سيدي هنايا في فرنسا وجاو بداو الخدمه، حتى هما يقدروا يدوزو بار لا بروسيدور ديال ناتوراليزاسيون بار ديكري. الوغ نهضر على لوكا ديالي انا وبالنسبه للناس اللي حتى هما بحالي يقدروا يستافدوا معايا اكثر. الناس اللي هما عندهم دوتر كا غادي نحاول نهضر عليهم شويه كمان، مي راه لا بروسيدور اون فادير ان تيرم دو بابيي ان تيرم دو بروسيس سا ريست لا ميم. peut-être غير في الباباس اللي غادي يكون واحد لا ديفيرونس entre les cas. المهم بالنسبه لو كا ديالي انا سيتي لو كا ديال دو ديبلوم اي سي دي اي 18 mois. سا دير كو انا ملي جيت كنت خديت ليسونس ديالي في المغرب، بي جيت درت هنايا ام 1 اي ام 2. اون فوا كدير ام 1 اي ام 2
كتحسب انك عندك دو ديبلوم باسكو هنايا لو ام 1 تا هو كيحسبو ان ديبلوم ولا الميتريز. دونك عندك دو ديبلوم ملي كتكون عندك هاد لا كونديسيون باردون ديال دو ديبلوم تا بلو بوزوان دو فيريفيي لا كونديسيون ديال بريزونس ديال 5 ans دو بريزونس سور لو تيريتوار فرونسي. دون سكا لا تا بلو بوزوان دو سا, تا جوست بوزوان دو 3 افي دامبوزيسيون et de préférence 18 mois d'insertion professionnelle. Quand je dis insertion professionnelle, alors je connais un cas les 18 mois quand on a fait même l'alternance. Donc les alternance, vous pouvez tenter votre chance. Mais un an, le cas d'Yali, c'était 18 mois de CDI. Donc donc les papiers après Martin 18 mois plus 3 avis d'imposition et les avis d'imposition il n'y a pas de souci énormément à zéro, ça veut dire que les avis d'imposition les mélicentu mazaline étudiant Anna Matalan, j'avais fait la demande en 2022 février 2022 et du coup peut-être l'avis d'imposition 2018 2019 et 2020 parce que dès 2021 quand mazal ma kharch février 2022 donc 2018 et 2019 quand mazal là étudiante enfin surtout 2018 et début de 2019 donc quand on dit des avis on va dire à zéro حتى l'avis d'imposition dès 2020 هو اللي كنت déjà خدمت فيه voilà le 9 janvier 2020 voilà هادو بالنسبه les conditions اللي خصك تكون vérifier باش تقدر déjà انك دير لا دوموند ويكون عندك لو دووا انك دير لا دوموند سون كسوا روجتي سون كو فوالا بالنسبه للناس اللي سوا جاوا قراو مثلا غير ام 2 ولا ان توكا ما داروش دو ديبلوم ولا جاوا خدمه نيشان يفو obligatoirement vérifier la condition des 5 ans de présence. Il faut attendre d'avoir 5 ans de présence avant de faire la demande. Sinon, ça va être rejeté et je connais des cas où tu rejettes peut-être la demande. Donc, il vaut mieux attendre. Malheureusement, si vous faites la demande et que ça soit rejeté, vous devez attendre 2 ans avant de refaire la demande, ce qui n'est pas très agréable. دابن دوزو لا باباس اللي هي شنو خصكم تنو لو دوسي اللي خصكم تجمعو باش انكم ديروا لا دوموند و جو بونس كو هاد ليتاب هادي هي ليتاب لا بلو ماشي جو فيدير كومبليكي مي لا بلو لورد حيتاش الناس اكثريه كيعكسو يديروا لا دوموند انا جو كوني دي بيرسون اللي ديجا ايزون فيريفيي لي كونديسيون باش يديروا لا دوموند سا في دي زاني و اشاك فوا تيقولوا لي اه وي جي با لو طون مازال ناقصاني هاد الورقه مي فيت ان سورت كو انكم فريمون تجمعوا الوراق في مره واحده وتحيدوا عليكم هاد لاطاش وتهناو كاينين في الباباس كاين دو بارتي انا بالنسبه ليا الا جيت نهضر عليهم يعني بالنسبه ليا انا كاينين دو بارتي كاين دي بابيي ولا دي دوكيومون اللي عندكم ديجا دابا ولا اللي تقدروا تجيبوهم فاسيلمون غير نتوما هنايا في فرنسا وكاينين دوطخ دوكيومون لي فورسيمون خاصكم سوا تمشيو للمغرب ولا البي دوريجين من دابا كنهضر مع لي ماروكان تمشيو للبي دوريجين ديالكم اي تجيبوهم اي دوكو فهاد لا بارتي الاولى اللي هي ديال لي دوكيومون اللي تقدروا تاخذوهم نتوما هنايا يعني توجدوهم فاسيلمون كاين بيان سور اهم حاجه ولا اول حاجه اللي هي لي زافي دامبوزيسيون اللي ديجا هضرنا عليهم يعني 3 زافي دامبوزيسيون خصهم يكونوا عندك سافو دير الا كنتي ديجا خدام خصك تكون كتخلص لي زامبو باش يكون لك لافي دامبوزيسيون ديالك واخا ان فيت لافي دامبوزيسيون سو ني با اون بروف انك خلصتي كاين دوطر دوكيومون كي بروف سا اي كاين اي فوالا لي 3 زافي دامبوزيسيون دايوغ غادي نوقف هنا عند لي زافي دامبوزيسيون باسكو انا جافي ان كا سبيسيال ديال انه فاش يلاه جيت لفرنسا باسكو انا جيت في 2017 دونك لو بروميير افي دامبوزيسيون ديالي كان في 2018 دونك جافي با في لا دوموند حيتاش بور موا ان طونك ايتوديانت جافي با بوزوان دافوار هذاك لافي دامبوزيسيون كنت اشاك فوا كنحتاج لشي حاجه كي بروف كو فوالا جو بي با دامبو كندير غير ديك لاتيستاسيون سور لونور كي فوالا جو دي فوالا انا جو جاتيست كو راه جو بي زيرو امبو ان طونك ايتوديانت افيك دي روفوني ليميتي ce qui paraît logique, mais ça veut rien dire parce que même en tant qu'étudiant, on peut faire la déclaration et avoir un avis d'imposition à zéro. Et là, je vous conseille vraiment, surtout Nestlé,
يلا جاو ولا فوالا انكم تاخذوا دوك لي زافي دام ديروا لا ديكلاراسيون اون لين اول مره باش كتبغوا ديروا لا ديكلاراسيون زيت اوبليجي تمشيو سور بلاص لو سونتر دو فينانس بوبليك اللي نتوما محسوبين عليه غادي تدخلوا لجوجل وتكتبوا سونتر دو فينانس بوبليك واش كتبوا حداها لا فيل ديالكم ولا البلاصه فين نتوما ساكنين غادي يطلع لكم لو بلو بروش اللي هو دي. تكونوا نورمالمون محسوبين لي غتمشيو عندهم غادي تجيو تشرحوا ليهم بلي سي لا بروميير فوا سي لا بروميير ديكلاراسيون سي فوتر بروميير ديكلاراسيون غادي يعطيوكم دي فورمولير ولا ان فورمولير ا رومبلير و افيك دي دوكيمون لي خصكم تجيبوهم غادي تجمعوا داكشي وغادي ديوه ليهم سوا ديوه ليهم سور بلاص سوا كديروا في لا بواط ليتر ديالو سيتي لو كا ديالي انا في ديك الساعه فاش بغيت ندير لا بروميير فوا لا ديكلاراسيون 2020 دونك فوالا انا هادشي هذا ما كنتش درتو و puisque انا j'avais fait mes études à Rouen بالنسبه للناس اللي كانوا تبين من الاول عارفيني درت الماستر ديالي في روان دونك لا في دامبوزيسيون خصك ديرو في البلاصه اللي انت كنتي ساكن فيها دونك جي تانتي والحمد لله جي ريوسي انني صيفطت السنتر دو فينانس بوبليك ديال روان وطلبت منهم يصيفطوا لي لا في دامبوزيسيون الحاجه الوحيده اللي كان خاصني ضروري نجيبها واللي ما كنتش متاكده انني غنقدر نجيبها اللي هي هذيك لاتيستاسيون دو ريزيدونس باسكو ولا اون توكا لاتيستاسيون ديبرجمون ولا شي حاجه كي بروف كو راكم كنتو ساكنين تما يعني حيت خصو ملي كتكون كنتي ساكن تما ما بقيتيش ساكن ما عندكش لي بروف مي اوروزمون باسكو انا كنت ساكنه في لو كروس دونك جي ابلي لو كروس وطلبت منهم باش يصيفطوا ليا لا بروف لاتيستاسيون دو ريزيدونس ديال هذيك لا بيريود وصيفطوها لي وهي اللي صيفطها لو سونتر دو فينانس بوبليك ديال روان وصيفطوا ليا لافي دامبوزيسيون بار كوريير دونك سيتي توب بالنسبه ليا انا وبالنسبه لافي ديال 2019 و 2020 ديك الساعه راه كنت ديجا في باريس دونك سيتي بلو فاسيل بور 2019 باري جي في لا ميم شوز مع سونتر دو فينانس بوبليك هنايا اللي كنت محسوبه عليه اي 2020 اوسي mais du coup غير la première fois اللي كديروا la déclaration sur place après كتولي plus facile كتولي la démarche كتولي كلها dématérialisée كلشي en ligne donc tranquille هنا ندوزو لتاب ديال لافي دامبوزيسيون بغيت نوقف صراحة عند هاد لتاب باش عارفة بلي بزاف لي زيتوديون فاش كيجيو ما كيديروش لا ديكلاراسيون ديال لي زامبو اللي هي ميم كيف ما قلت لكم ا زيرو مي اي ديكو ما كتكونش عندهم داك لافي دامبو ديال زيرو اي ديكو هاد من الحوايج اللي كيخلي ان الواحد ما كيقدرش يدفع الناسيوناليتي حيت ما عندوش لو 3 زافي دامبوزيسيون ويلا غيبدا يديرهم حتى يبدا يخدم ولا ملي غادي ديكلاري دونك فوالا سي توجور فيزابل انكم ترجعوا للور وتطلبوا لا في دامبوزيسيون ديال شي عام اللي فات ما كاينش مشكل هذه من واحد الناحيه من الناحيه الاخرى بالنسبه لي دوكيمون بقاو توجور لي دوكيمون اللي ساهلين اللي هو كازيي جوديسيير ديال هنايا باسكو يفو سافوار كو باش كديروا لا دوموند ديالكم كيخصكم لي كازيي جوديسيير ديال لي بيي اللي سكنتو فيهم لي 10 ديرنيير زاني بما انكم سكنتو ديجا في فرنسا لوجيكمون غتكونوا على الاقل سكنتو واحد عامين ولا 3 سنين قبل ما ديروا لا دوموند اي بان ديكو خصكم الكازي جوديسيير ديال فرنسا اللي كتقدروا تطلبوه غير اون لين ابري نقدر نخلي لكم لو ليان ديال لو سيت اللي كتطلبوه كيوصلكم حتى للدار ترونكيلمون فوالا اي بما انه هنا هضرت على لو كازي جوديسيير غنهضر عليه في مره وخصكم حتى لو كازي جوديسيير ديال المغرب هذا باغ كونطخ شي حاجه اللي غيخصكم ديبلاصاو عليها المغرب ولا فوالا ديروا بروكوراسيون شي حد اللي كتثقوا فيه باش يمشي يخرجوا لكم من المحكمه في المغرب وغادي نعطيكم واحد الكونساي في هذا الكوتي هذا اللي هو الا قدرتوا انكم تطلبوا من لا بيرسون اللي غادي تجيبها لكم ولا تصيفطها لكم انه تطلب لكم كازي جوديسيير بالفرنسي لحقاش فينالمون اي دوكيمون عندكم بالعربيه غادي تحتاجوا انكم ديروا ليه لا ترادكسيون هنايا عند ان ترادكتور اسيرمونتي كي با فو كوتي كو ميم جو سي با كومبيان صراحه على حساب 40 يورو 50 يورو لا باج سا ديبون دي ترادكتور اوسي مي انا هادشي اللي كنت درت سي كو طلبت ان كازي جوديسيير اللي تي ديجا ترادوي ان فرونسي اي سي تي توب دونك هادو من الحوايج اللي مثلا ضروري خصكم توقفوا عليهم بيديكم في المغرب ولا ديروا بروكوراسيون شي حد جو سي با سي سي بوسيبل مي فوالا مي الا كنتو اون فاكونس في المغرب ولا شي حاجه بروفيتيزون باش انكم تجيبوا هاد لي دوكيمون
لي زوتر دوكيومون لي سهل ديجا انك سهل توجور انك تجيبهم من فرنسا هو كاع لي دوكيومون لي عندهم علاقة بالخدمة ديالك، سا فو دير لاتيستاسيون دومبلويور، لي فيش دو باي، سي دير لي ريلوي بان، فان لي فيش دو باي سورتو ماشي لي ريلوي بان، لي فيش دو باي كتحتاجو لي فيش دو باي ديال لي 18 ديرني موا، سا فو دير لي خدمتوهم، سا فو دير لي كنتو فيهم انسيري بروفيسيونيلمون ان فرانس. Et voilà, attestation d'employeur كتطلبوها l'employeur ديالكم tout simplement كيفتحها لكم. دابا راه كاين ميم سارتان بواط لي كتقدروا تجينيريو هذيك لاتيستاسيون دو ترافاي اوتوماتيكمون، ما تحتاجوش كاع تيخطو لهم ميل ولا زعما تسولو الاي اتش ديالكم، مي او كا او طلبوها ليهم باش يوجدوها ليكم على اتساع. فوالا هادو هما الحوايج اللي كتخص الخدمه ديالكم. كاينين حوايج، كاين دي دوكيومون باردون اللي كتخص ليتا سيفيل ديالكم اللي هو تيتر سيجور، باسبور، الا كان عندكم مثلا شي باسبور اللي هو مثلا بدلتو الباسبور، الا كنتو بدلتو الباسبور ديكو فورسيمون راكم دوزتو اكثر من 5 عام هنا في فرنسا، دونك خصكم تحتاجو حتى الفوتوكوبي ديال الباسبور القديم. حاولوا انكم يعني اللي فيه الفيزا، اللي فيه لا فينيت، حاولوا انكم تحافظوا على هذاك الشيء، يعني تو دروش فوالا باش كومسا كديرو كتيفطو حتى هو في لا دوموند. و تيتر سيجور ديالكم بيان سور، و الا كانت انتو اشاك فوا كديرو رونوفيلمون دي تيتر سيجور خاصكم تعاودو تيفطو ليهم ان كومبليمون دوسي فيه تيتر سيجور جديد. دايوغ انا واحد لو بوان لي بتاتر نسيتو ولا سا ما ايشابي في الاول، سي كو انا هاد لا بروسيدور لي كنهضر ليكم عليها، سي كما جو زافي دي صيفطت الدوسي ديالي في 2022، ديكو صيفطتو في لابوست، دونك كان عندي لا بوسيبيليتي انني نصيفطو، دونك انا كنت محسوبه على بريفيكتور دو باري، دونك صيفطت الدوسي ديالي بار بوست اي سا ايتي اكسبتي ترانكيلمون. مي دابا لا بروسيدور لا ايتي ديماتيرياليزي، سي بور سا دايور كنوريكم السيت فين كتقدروا ديروا لا ديمارش اون لين، نخليه لكم ابري. وكاين ميم ابري نهضروا على الجورنال اوفيسيال، مازال ما وصلناش لك لا ديرنيير ايتاب، دونك كديروا لا ديمارش اون لين، كاع هذوك لي دوكيومون اللي قلت لكم عليهم هما نفسهم، غير خاصكم تيليشارجيوهم في لا بلاتفورم اللي دايرين لينا باش دايرين لكم باش ديروا لا دوموند ديال ناتوراليزاسيون. فوالا دونك غير سيتي ان بوين ا بريسيزي بالنسبه للناس اللي غيسولوني. فوالا دونك كاين لي دوكيومون كيما هضرنا اللي تقدروا تجيبوهم فاسيلمون، وصلنا في لي دوكيومون ديال ليتا سيفيل اللي هما الباسبور ديالكم اللي هو والباسبور، ملي كنقول لكم باسبور صافي دير حتى لي باج اللي فيهم طومبون ديال لي سورتي ولي زونتري ديالكم للمغرب ولا بو امبورت، حتى هما ضروري خصكم ديروا لهم فوتوكوبي. و فوالا تيتر سيجور، و اذا كنتو غديروا رونوفيلمون خاصكم اشاك فوا تصيفطوا لهم لو نوفو تيتر دو سيجور. هذا ما كان بالنسبه ليتا سيفيل ديالكم. الغاز دابا دي دوكيومون لي بحال مثلا لي ديبلوم، يعني اي حاجه عندها علاقه بالديبلوم اللي خديتو مثلا هنا في فرنسا خصكم تصيفطوه ليهم. مثلا الا كنتو درتو ستاج، هادي جو بريسيز حيت كان عندي فيها ان كاس سبيسيال اوسي، سي كو انا فاش درت ستاج ديالي كنت ما عنديش لا فيش دو بي، سا دير جو لي با غاردي و طرات ليا، و ابري هما طلبوها ليا في لونتروتيان اللي غادي ندوزو ليه دابا شويه ديال الناتوراليزاسيون، طلبوا ليا ان كومبليمون وانا ما كانش عندي، دوكو جي دو ريفينير اون اريير عاوتاني بحال لا في دامبوزيسيون اي دوموندي لا بواط لي درت فيها ستاج. اوروزمون كو جافي غاردي كونتاكت افيك كيلكو بيرسون كي تي سامبا لابا، و هما اللي عاونوني باش جي ريكوبيري ديك لا فيش دو بي من عند الار اتش. اي دوكو encore une fois en conseil الناس اللي يلاه غادي يديروا ستاج ولا يلاه غادي يبداو القرايه، غاردي توجور لي دوكيومون ديالكم يعني في الدرايف ولا فوالا خليوهم عندكم في بلاصه اللي فريمون ما تضروش ليكم. والناس اللي يلاه غيدفعوا عرفوا بلي راه خاصكم ضروري تجيبوا هاد الفيش دو بي ديال لي ستاج لي دوسو ولا الترنانس كاملين، حيت كيطلبوهم فريمون. و جو مو رابيل ميم سا ما افي بوكو ستريسي، باسكو جوست ابري لونتروتيان قالوا لي ان ديلي ديال اون سيمين، اي قالوا لي بلي الا ما جبتيش الا ما صيفطتيش لينا هاد لا فيش دو باي في هاد لا سيمين، لو دوسي ديالك سرا انيولي اي سا سرا روجيتي اي خصك تعاودي لا دوموند ديسي 2 ans. دونك اوريزمون الحمد لله كنت لقيت هذاك لا فيش دو باي اللي صيفطوها ليا في ديك لا سيمين.
دونك فوالا بالنسبه لهاد لا بارتي هادي ديال لي ديبلوم. كاينه ان ديرنيير بارتي اللي هي لوجيك و جو بونس فوالا ديال اللوجمون, سافو دير لي بروف ديال اللوجمون ديالك, سواء الفاكتور ديال او دي اف او بيان كيتونس, انفان كيتونس دو بايمون او بيان اتستاسيون ديبرجمون الا كنتو ايبرجي فشي بلا عند شي حد, باش كد بور بروفي ديالكم ساكنين في الباسو ديالكم محسوبين على هذيك لا بريفيكتور اللي غتدفعوا ليها لا ديروا فيها لا دوموند. سكي لوجيك فوالا. ابري يقدروا يطلبوا لكم حوايج اخرى بحال مثلا فوتو ديدونتيتي ولا تري بحال هكا. الحوايج اللي فريمون بالنسبه ليا خصكم تجيبوهم من المغرب ولا خصكم ديبلاصاو على قبلهم هما الكازيي جوديسيير, هو لاكت دو نيسونس كوبي انتغرال que je précise très bien copie intégrale parce que j'avais un souci à un certain moment puisque je devais faire extrait et du coup il faut vraiment une copie intégrale. N'est-ce pas l'acte de mariage des parents savoir ce qu'on doit ou tahna je précise il vaut mieux il a quand même comme acte de mariage des parents en français, sinon vous allez le traduire par la suite ici en France. Voilà, je pense que Rani normalement a quelques comme les détails ديال الباباج ou les astuces. حاجه وحده اللي نقدر نقول لكم هي بالنسبه للوجمون, en fait خاصكم تكونوا عارفين راسكم. هاد المعلومه هادي انا جاتني بيزار فاش شفتها, سي كو خاصكم تكونوا عارفين قادرين انكم تعطيوهم لافورماسيون ديال توت لي ادريس اللي سكنتو فيهم من نهار تزاديتو. نهار تزاديتو غتكون تعرفوا توت لي زادريس, حاولوا تسولوا لي بارون ديالكم ولا المهم باش تنوطيو هذا الشيء. لحقاش في الفورمولير اللي كتعمروا في ديال الفيزا كاين ان فورمولير اللي هو كاين دو فورمولير, كاين ان فورمولير اللي كتعمروا فيه لي انفورماسيون ديالكم نتوما ديال الخدمه اي تو, كاين ان اوتر فورمولير ديال لا فرانسيزاسيون ديال لو نون سيغي لابريتو انكم تموديفيو لو نون ديالكم ولا تديتو فيه ان برينون اللي هو فرونسي, شوز كو جافي با في انا بيدون. Donc voilà, j'espère que je vous ai dit que je n'ai pas après il y a quelqu'un qui vous a dit que vous avez la liste de la paperasse, mais il n'y a pas de souci. Donc l'étape de l'entretien. انا صراحة لونتروتيان نقدر نقول لكم بلي باش وجدت لي اعتمدت على ثلاثة ديال الحوايج. النقطة الأولى هي أول حاجة اللي هي مهمة بزاف واللي هي أصلا une fois que tu as comme la convocation d'ailleurs بالنسبة للبريفكتور دو باريس انا صيفط لهم لو دوسيي après 6 mois صيفطوا لي الكونفوكاسيون ديال لونتروتيان. دوكو après 6 mois دوزت لونتروتيان دو ناتوراليزاسيون ديالي ولكن فاش صيفطوا لي الكونفوكاسيون كانت فيها واحد المعلومة مهمة اللي هو لو ليان فيغ لو ليفري دو سيتويان, وقالوا لي بلي خاصني فريمون نشوفو ونحاول نفهم داكشي اللي فيه ونعقل عليه مزيان باسكو فورسيمون سولوني بزاف ديال لي كيسيون من داك ليفري دو سيتويان. دونك انا وي خديت واحد 3 جور ديالي وانا كنشوف داك ليفري دو سيتويان كنقراه وكنعاود حيتاش كانوا فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون وكنصحكم انكم فريمون يعني ما تهاونوش بهاد السيت لي فري سيتويان, حيت ماشي تبقاو غير تشوفوا لي فيديو في يوتيوب ولا تشوفوا لي روتور ديكسبيريونس في دي جروب فيسبوك, مي بداو بعدا باللي فري سيتويان اللي هو لو بازيك اللي هو اللي فيه الحوايج اللي فريمون خصكم تكونوا عارفينه كيما تنقولوا حنايا اللاصق. دونك فوالا هذيك لي فري سيتويان فيه لي فالور دو لا فرانس, فيه زعما لي كولور دو لا فرانس, شنو لا سينيفيكاسيون ديالها, لا لايسيتي فوالا, لا ديفينيسيون ديال لايسيتي, ان فيت فوالا بزاف ديال الحوايج اللي غادي خصكم تكونوا عارفينهم انا بعدا ما كنتش عارفاهم قبل. دونك فوالا كتمشيو كتقراو داك لي فري سيتويان كتحاولوا اونتر بارونتيز نقولوا غادي تحفظوه شويه, تحاولوا تفهموا داكشي اللي فيه مي سورتو غتحفظوه حيت كاين دي زانفورماسيون اللي خصكم تعقلوا عليها اللي هما لي دات ديال لا ريفولوشن فرانسيز فوالا زعما لا باستي فين جات, المهم بلوزيور تروك لي فوالا لي بريزيدون دو لا فرانس لي سانك ريبوبليك مثلا شنو هما شنو هي شكون هما لي بريزيدون لي كانوا لي سانك ديرني بريزيدون ولا يقدروا يسولوكم على مثلا دي مينيستر ولا يقدروا يسولوكم على دي زيكريفان لي كانوا في في لا بيريود ديال لي لوميير. دونك فوالا هادشي كامل غادي خصكم تكونوا حافظينه كما كنقولوا يعني تكونوا عاقلين عليه مزيان. دي مونيمون هيستوريك في ان فرانس وسورتو في لا فيل اللي نتوما ساكنين فيها, حاولوا تركزوا على اكثر على لا فيل اللي نتوما ساكنين فيها تكونوا عارفينها مزيان.
اي باري، يعني اي باري بالنسبه للناس اللي ما تعرفش باري، لا في ديالكم اي باري ايل دو فرانس باسكو سا ريست امبورطون. فوالا، اول حاجه كيف ما قلت لكم هي ليفري دو سيتوان. ثاني حاجه اللي اعتمدت عليها انا بيرسونيلمون هي دي فيديو في يوتيوب، وكان سورتو واحد لا فيديو اللي فيها جو مو رابيل جو بونس جو مو رابيل بلو فريمون دو اكزاكتومون دو نومبر دو كيسيون، مي كان فيها واحد 40 كيسيون ا بو بري اللي كتبقيت كنسمع ليهم، كتسمع لا كيسيون كتسمع لا ريبونس، كتسمع لا كيسيون كتسمع لا ريبونس، اي سيتي فريمون تري تري بيان. هاد لا فيديو كنت كندوزها اون بوكل بوندون شي اون جورني ولا دو جورني. يعني دابا شنو نخلي لكم ابري لو شوما، الا بغيتو نخلي لكم سواء اي حاجه اي انفورماسيون يعني كتخليوها ليا في لي كومونتير، نخلي لكم لو شوما ديال لا فيديو في يوتيوب. وثالث حاجه اللي هي تهي مزيانه سورتو فواحد لو بوين اللي غنشرح لكم اللي هو لي جروب فيسبوك، سورتو كاين واحد لو جروب ديال روتور ريكس ناتوراليزاسيون. جو بونس لا ماجوريتي ديال لي بيرسون اللي كيبغيو يدفعوا ناسيوناليتي كيدخلوا ليه، سكي لوجيك. انا اللي كيعجبني في هذاك لو جروب سي كو tu peux savoir ولكن il faut pas trop compter sur ça mais tu peux avoir la chance ديال انك تشوف مثلا الناس اللي كيدوزوا في بريفيكتور ديال المدينه اللي تسكن فيها. par exemple انا في باريس شفت الناس اللي دوزوا في لا بريفيكتور دو باريس، شنو هما لو تيب دو كيسيون اللي كانوا كيعطيوهم، هما كيفاش كانوا كيجاوبوا. فوالا زعما اون جينيرال، حيت جينيرالمون ميم لي اجون دي فوا حيت faut pas oublier que la convocation qui connaît avec le nom et le prénom de l'agent les redouze l'entretien. Donc des fois quand il y a même le nom de l'agent avec le groupe pour aller question légalia ou kifesh ou kifesh, ça je trouve très intéressant. Qui est la première partie, la deuxième partie il y a vraiment les questions et des fois que tu connais ma kinish le livret de citoyen. On est rendu comme après la dernière partie de la vidéo, désolé de vous dire comme la vidéo, mais vraiment vous avez comme toutes les informations utiles ou là. Voilà. Après, j'ai eu l'expérience d'il y a un an, pour l'entretien. Voilà, donc, il y a le groupe Facebook qui s'est dit que vous avez eu l'entretien. Surtout, le groupe Facebook qui s'est dit que vous avez eu l'entretien. Après, vous avez eu l'entretien d'il y a un an pour la suite du processus de naturalisation. Parce que, si, vous avez eu une idée à la DLE de traitement d'il y a des dossiers dans chaque préfecture. الوغ واخر حاجه اللي هي نبغي نوصيكم عليها بيان سور هي فاش تمشيو دوزو لونتروتيان غتمشيو بان توني اللي هي كوريكت، ماشي ضروري تكون لابسين كلاس، يعني المهم الواحد يمشي بان توني تكون ريسبكتوز اي سورتو بور لي في تكون اون توني اللي هي كوريكت. فوالا غاريستي ترانكيل باسكو كوميم كتمشيو دوزو لونتروتيان في البريفيكتور. فوالا جو بونس كو دابا ساليت لكم لابارتي ديال الانتروتيان اللي هو الحاجه اللي هي بازيك اللي هي خص كلشي يديرها. انا غادي نعاود لكم دابا على اللي هي ليكسبيريونس ديالي انا في الانتروتيان. انا الصراحه ابار لي يعني لاجون بيان سور في الاول كطلب منك انك تبريزونتي راسك، خصك تكون موجود اون بتيت بريزونطاسيون اللي فيها لو نون لو برينون سي تو فو دير لو ستاتو ماريتال ديالك الخدمه ديالك شنو هي. Voilà, une petite présentation. On va pas dire qu'une présentation pour les cadres pour les entretiens professionnels de l'entraînement, mais quand même une petite présentation claire et précise, on va dire. Après qu'elle soit welcome, là, pourquoi vous voulez devenir français ou la française? Tu m'as déjà beau. Après, elle a les réponses. Quelle chose a dit le cas soit plus livré. Enfin, non, c'est pas pourquoi vous voulez devenir français. Dans l'autre, tu dois la réponse, mais les droits ou surtout les qui connaissent comme les cas qu'on français ou voilà ou qu'il y ait d'autres réponses. Sarah, on peut après partager ma comme les réponses les entretiens d'Ali. J'ai pas de souci. Mais d'abord, quand vous voulez regarder, je nous qui va faire l'entretien d'Ali. Voilà, qu'est-ce que je pense que tu comprends français. Quelles sont quelques questions, les réponses elles ont forcément qu'il y a une livrée de citoyens. Les romains, je nomme les valeurs de la France, je nomme les couleurs du drapeau de la France, c'est qui la Marianne. Moi, bon, des questions, des dates, mais c'est l'infoquage qui est la première guerre mondiale. Voilà. des dates بحال هكا خصكم كون تكونوا عاقلين عليهم. و ابري انا غنهضر لكم اكثر على لا بارتي اللي هي كينيتي با اتوندو، حتى هاد لي كيسيون كاملين اللي في الاول كانوا في ليغيت سيتوايا، كانوا في ديك سوا في ديك الفيديو ديال اليوتيوب سوا في لو جروب فيسبوك. مي ديكو كاين دي كيسيون بالنسبه ليا اون فادير 3 كيسيون صراحه اللي
لي كي جو ماتوندي با انني نسولهم. اول وحده اللي هي طلبات مني لا في ديالي انا لو بوين دو في ديالي في لي كاريكاتور ديال لو بروفيت استاس سلام ماومي وانا فوالا جاوبتها. بون ابري قلت لكم الا بغيتوني نبارطاجي معكم لي ريبونس ديالي قولوها ليا دونك فوالا لا يعني و جي جي اكسبليكي لو بوين دو في ديالي وعلاش و فوالا. La première question, la deuxième question, c'était tout l'avenir de la vie, les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Genre, je suis en train de dire, voilà, il faut faire des vérifications quand même, il faut les prendre au sérieux ou pas. هذه لا دوزيام كيسيون. اي لا ثوازيام كيسيون كانت هي وخاص جو سي با صراحه واش دوطغ بيرسون يقدروا يكونوا تسولوهم وجاتهم عادي. انا سولتني على دي مارك دو لوكس فرونسيز شوز لي ما كان لا في ليفري سيتويان لا في ولكن المهم هذا سي ان تروك لي اون جينيرال راه كنكونوا كاملين عارفين دي مارك دو لوكس. دونك قالت لي نعطيها 3 مارك دو لوكس فرونسيز اي فوالا سيتي بيان. ابري après ça là un agent les douze mais l'entretien il était sympa زي ما حسيتش بها انها كانت كتحاول تستفزني ولا انها ميم فاش سولتني انا لي كاريكاتور اي تو جو لا كيسيون ديالها كانت بواحد الطريقه اللي جون دون ان كادر بريسي يعني ماشي انها كتشوفي انا باش بروفوكيني مي بلوتو سي اون كيسيون باش تعرفي كيفاش كنفكر يعني وصلتني هذيك الانرجي و سيتي تري بيان باسي و سيتي سامبا فوالا بالنسبه للاكسبيريونس ديالي انا هي هذه الا بغيتوني ندير لكم اون دوزيام بارتي لا فريمون توت لي كيسيون لي سولاتني و لي ريبونس لي جاوبت انا جي با دو سوسي. الا كنتو محتاجين دوطرو انفورماسيون خليهم ليا في لي كومونتير و انا صراحه يعني كنشوف بلي لا بروسيدور اهم حاجه فيها هي جوج الحوايج انكم تبريباريو الدوسي ديالكم لي دوكيومون ديالكم يكونوا كومبلي دوسي يكون كومبلي وتوجدوا لونتروتيان ديالكم مزيان ابري لونتروتيان كيجي انك ابري لونتروتيان دايور بريت 6 موا عاد لقيت سميتي في الجورنال اوفيسيال اللي هو هنايا كتبقاو تدخلوا اشاك فوا تشوفوا الجورنال اوفيسيال اللي كيخرج كتدخلوا تقلبوا في لا ليست كتيليشارجيو وكتقلبوا لو فيشي وكتقلبوا على سميتكم. اي انا ابري اكزاكتومون ان نو يعني درت لا دوموند فيفري 2022 مارس 2023 جي اي لا ريبونس بوزيتيف اي بي لا بغيت نهضر لكم ميم على لا سويت ديال ابري كيفاش لا دوموند ديال الباسبور اي لا كارت ناسيونال باسكو هذيك حتى هي سي اون اوتر بروسيدور مي فوالا انا جو سويت ان تري تري بون كوراج صراحه جو سي كو هاد لا بروسيدور دي فوا تقدر تكون فريسترونت بالنسبه للناس اللي كيتسناو 3 ans اي 4 ans وي سي فري كاين دي بريفيكتور دي فيل لي فريمون مازال عندهم لو تريتمون دو دوسي مازالين في 2018 2019 اي سورتو مع كوفيد عطل بزاف لي دوسي و مي جو فو دي كو غير صبروا ان شاء الله ليسونسييل بالنسبه لي انا هو انه لا بروسيدور اي تي لانسي لا سويت ان شاء الله غادي يجي يعني ليسونسييل انكم نتوما درتوه يعني لا دوموند راكم درتوها دونك دابا حاولوا تبروفيتو من هاد لا بيريود توجدوا لونتروتيان ديالكم مزيان لو طون ما يوصل الوقت تلقاو راسكم ديجا واجدين وصراحه الا بغيتو لا فيديو ديالي انا لونتروتيان تقدروا توجدوا ليه مينيموم باش تكونوا واجدين مزيان مزيان غادي 3 4 جوغ والا بغيتو توجدوا على خاطركم عندكم اون سيمين دو سيمين ماكسيموم راكم تكونوا واجدين بوغ لونتروتيان الا تبقيتو يعني هاد لي 3 السورس اللي قلت لكم في الفيديو فوالا ما نطولش عليكم كثر جو سويت ان تري تري بون كوراج و كيعجبني الحال بزاف فاش كيهضروا معايا ناس اللي ديجا كانوا كيتفرجوا فيا في 2018 يلاه بديت لاشين وكنت كنبارطاجي معكم لي زاسيوس بوغ لي كونديداتور ديال كامبوس فرانس وديال فيزا وكيعجبني الحال بزاف فاش كيهضروا معايا دابا كيقولوا لي حتى هما راهم كيديروا لا بروسيدور ديال ناسيوناليتي وكو حتى هما بغاو دي زانفورماسيون الحمد لله تو الموند ايفولو و جو سويت ان تري تري بون كوراج اي ا لا بروشين ان شاء الله.